النملة فوق خدود الرملة يمر عليها الموج تصبح ذكريات يا ليام كفاية خطوط النملة فوق خدود الرملة يمر عليها الموج تصبح ذكريات يا ليالي كفاية صبرك ليل وطويل جرينا ورا احلام عدد نجوم الليل فيا يا ليام صبرك ليل وطويل جرينا ورا احلام عدد نجوم الليل حلوة مرة انتي نعيشك مهما كنتي حلوة ومرة انتي نعيشك مهما كنتي ويكفي نعلي بروج تشهد عاللي فات يا ليام كفاية يا ليام كفاية خدنا من القمر عشنا ألف حكاية فاكرنا حكاية مثل خطوط النملة فوق خدود الرملة يمر عليها الموج تصبح ذكريات يا ليام كفاية Très joli. Pardon, madame. C'est normal. Un petit chbeb ou sourire. Toutes les femmes aiment les belles choses. عاود البسها. لا ماشيش مدام. قلت لك عاود البسها. بيك تزرب شوي ما عادش بكري داكور شيري جاري منين اسماعيل استنى فيك في الصالون قال عنده مساج ليك زعما ما يكونش ما عند الناصرة زيد شوية على البناية مش تهبلها ما تخافش عليها لا لا تيت بيان سور ليزيبول تو سي قررت مشي معهم لفرنسا وين نمشي يمكن لما الناس يجرى فيه هو النصر بركة أمينة فك عليك من خدمة الرومة أرجع للدار اعتبرها دارك سي اسماعيل ما نعاودوش نجدو هالموضوع خير خير ما تطلفها من دار لدار وفي الاخر ما بقى الا هالريستورون اللي تحب تخدم فيه
ماكش فاهمة؟ ياسين طايح في دار الناس. وامي خالتك نفيسة اللي حسبتك كيف بنتها واكثر. متعزش عليك؟ بونسوار مدام. عسلامة سي اسماعيل. عسلامة لله. سامحني سي اسماعيل. استناو فينا خارجين. لا حتى انا خارج معاكم. كملت معايا مينا. تصبح على خير. يا مينا الاولاد كالعادة. فيتا ولي. بيا مدام بونسوار. تفضل نشاي عود. ميرسي ماذا بيا نمشي شوية. يقولوا للمشي به للدن. كيف تحب. الي بونسوار. بونسوار مدام. على خير سي اسماعيل. على خير. سي اسماعيل. وي. كيما تعرف، نو اون رونتر ديفينيتيفمون سيت سيمين اون فرانس. ويا مينا ماهيش حابة تجي معانا. أبو؟ ما تلقاش خير منكم. أتمنى يكون العكس. تستاهل كل خير. أنا طلعت لك وغدا. مازالوا ما حضروش. إي بيان. سانا با دو إيتر فاسيل دي دونك. بالمعارف كل شيء تم. هذا روسيو جبدهم لها واعطيهم لها تستحقهم سورتو مع جوفانوتي باش عامل لها كونترا بور ايفيتي تو لي بروبليم. انا كلمته وانت زيد اكد عليه. كون مهني. نعمل عليك سير. اوفوار. الي اوفوار. جوفانوتي جوفانوتي شماش هتعمل عنده جوفانوتي؟ شكون؟ مي لا كوزين بيسكو توا ما شيري تو لا توت ابخي. عام كامل باش صاحبك يلقاها بخيت سيغ ان بلاتو. سي ال فو با ال فو با تو با با لوبليجي. لا ما تند. نعطيها اللي تحب. المهم تقول رضيت قدام العدو. وربي لا تلقى خير منه. يا اخي شناكسو. اما صدقني نوعدك نحاول انكار. اما يمينه يظهر فيه راسه مش عليه. شو ماريا حتى انت ما تكرهي باش تكون معتبره. انا وانا مش باش. انا لاكجون. اي ميرسي بوكو. دو ريان. توجور اتون سيرفيس جو. قاوتك هايله وظهر فيها صافي. غاسا توا لو كان مش انتي رانا نشربو فيه بكلوب التاكل. ملاوكا ما تنسانيش ماري. اوه اي كومون. بونسوار. بونسوار. مابوله انتي مابوله. علاش؟ شو هاجا عندو برشا فلوس ويدو طويله. شفتو عزوز كوخكم؟ او بوتلي وين ايش خسرت كينودو ترى ايش خسرت مجردو هو ديما يجي يجري ويجيب لنا سلعه من مارشي رغم المارشي نوار غاوبه كلسوم زاده ولا تحب نسكروا ريستوران نقعدوا يا بنتي راجل كبير دفدف وتخبي يمينه تغضبيه انا رضيت بيك مالا ابو عجايب بيني انا يا خاسخ عليك شنكسني انا بغبوع قد عندي كيخ شو دازت شويه كاو
السلام عليكم. وعليك السلام. يا ولد عمي فماش وكاله قريبه هنا. حب وكاله. شهود. وكاله ولا فندق، المهم قريب اللنقار هنا. هات هات قال وين. لا لا ولد عمي ما تكيفش، اما عندي نفس وفي تعمل 66 كيف. تحب الفيفر؟ هات نشوفوها. اتفضل. ها ها استوشي 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 اجراوني اجراوني. يا رب الأم اللي شافتك أبو الدحلال. ورد بالك ما عادش تدور وحدك في الليل في القاع مختر كيما هكا. صباح الخير. عافيك ودخلتي في تيمة؟ أنت هو عفيف ولد عم الطاهر الله يرحمه. أخي ما عرفتنيش. عزوز زي يا عفيف. شنو عمالك عفيف؟ لاباس لاباس. جرحوك ولاد الحرام. لا حتى شي حكايه اخرى ذي. عملت عركه اخرى؟ مش عركه. اللي ضربني زادوا خلصوه وعطاوه هكا فلوس. ايوا ما فهمت شينا. هيا تو نفسر لك. سامحني عزوز مش من وجهك. يا ولدي انا كيف لقيتك؟ هذاك هو المهم. ويوم مش الحوالة مش بشو نقول ليك عظيم. حال مرأة فقدت ولدها لا تعرف ولا ميت لحي. 10 سنين 10 سنين وهي تنوح، عيونها تهرت، دموعها حفر وخدودها حفرة. الليله للفجر وحديتنا ما وفاش ولد فتيم. قول عزوز قول قول ما يبرد. بسم الله. بارك الله فيك، ما بربي ما عاد توخر بالكرا ها، الناس يستناو بالصفة وقاعد تشوفني. يا الله بالي. خير ابي. صباح الخير عم صالح. لاباس لاباس. هي حمورية في الوجه ولا غصة في القلب؟ وليدي انت جي عقب الليل ما نجموش نكلموك، والصباح ديما رباح ما نبداوش بالطلبه. وعندك شهرين كريم ما خلصتنيش فيهم يا وليدي. هذوما شهرين اللي كريم اللي تسالهم لي، وهذا شهر المسبق. الله الله عليك يا اخي. من وين؟ نعرفك ولد اصل وصنديد، ما عندي فيك ما نقول، حتى من اللي سكنت عندي
لا زوافريه ولا ولاد حرام داروا بساحتي. والله نحبك لله في سبيل الله، وعندي كلمتين ماذا بيا نقولهم لك اذا تسامحني. انت ظاهر فيك تخدم بالليل، وخدمه الليل تطيح مولاها، حتى الناس الاولانيين قالوا خدمه النهار ما فيها عار، مش قالوا خدمه الليل. ربي يوسع بالك، خذ بها بالي ولا معايا بقيت. منو بيع عايش كبعث لنا زويز قاوي. امبارح مشيت بعد سي الطيف السباخ باش نجيب شويه طعم، عند قلت له تهبش شكون يخدم معاك؟ قال لي عاد قال لي اذا تلقى لي ولد حلال واللي يهني اذا بيع لي عايشك. وعندك زاد السي عبد الرحمن الشواشي في سوق الشواشي، ماذا بيه زاد يفركس على واحد صانعه اللي كان يعاون فيه، حل حانوت وحده يخدم على روحه وحده. بارك الله فيك. من غير مزية ولدي. ان شاء الله ردوه في فرح زميل نمشي. يعيشك ان شاء الله فرحتك البنيه. يعيشك. عفيف ربي يهديه ويخطب بنتنا دوجة. يعني قاعد نجري في حفوظه ونكون له في مستقبله وربي سهل. مش حلف امك ولا ها؟ خرجت عبدي مظاهرة؟ هبطلت تسيرك من البلاد. ردوك راجل وقراوك وصلوك حتى الليسي. كل مشرومة القمل كلاك. شكون يقود فيك؟ نتكلم فيك، شكون يقود فيك؟ مش كلمة وانا نطلع لك الروح نتاعك، ها؟ تي فا ان كود مان؟ نو مارسيل، سافا، ميرسي. علي بيان. سي جور سي ماكش عاجبني بالكل. Tu es nerveux? Dis-moi s'il y a un problème. Non, Marcel, je n'ai pas de problème. Tu dois te reposer un peu. Je vais continuer avec ce qui reste. Mais non, je t'assure, il n'y a rien. Il n'y a rien, Marcel. Bon, alors, essaye de te calmer. Je ne sais pas si je suis en train de me dire. Je vais te dire que je suis en train de me dire. Maintenant, au suivant. Oui, barrage, bébé, à Dali. Vas-y, le bloc, t'arrête. عايز جماعة ولاد منصور. مشيخة ولاد منصور. الشيخ عامر البرهوم. هيا الشيخ ايش اقعد. هيا اللي يسمع اسمه يجي للشيخ بتاعه ويصحى عليه. عبد الستار بن ابراهيم الورغمي. ازرب بروحك تحرك. عبد الحكيم بن علي فتحلي. ازرب بروحك اوقف غادي. القنيبري. ولد الدكتور شاق مخفش. اتحرك امشي حرك نسمع فيك نسمع فيك. الشيخ الشيخ مشو غادي زعما مازال في السوق. اسمع تو تكمل مشيخة ولاد منصور ونمشي له. اصبر اصبر. لا 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 نمشي له تو. كلمه قبل ما تكثر عليه العباد هنيه. وخلي السبتي ولاد محمود باش يكلموه. كلمه انت قبل. هاني ماشي له وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. اما اسمع نقول لك راني باش نزيد من عندي. هاني قبلت ارض الواد والارض الوطنيه وبقره وربع معزات. تمشيش من بعد تسك ويكثر الكلام. رانا دم في محزمه. وعلى كل حال رزق بيك قريت بيه حاجه ونحمد ربي اللي عندنا باش نفدو راسك. يا ناس الراهي صار ميه مش مساله تاع لعبه سيدي. شيخ هانو شيخ جي باهي. هاني ماشي وارجع هنا. ما تحركش استناني. كلمه واحده استناني. اوقف بغادي. يا شيخ يهديك ربي راهو يتيم وحداني. يتيم والله لا تحشمه كي تعرفه هو يتيم
وعليش تكلف في رزقنا يا شيخ؟ والله يا شيخ باش نزيد من عندي، راه ولد خويا يا شيخ. باش تزيد من عندك الورثه بكل كليته في كرشك؟ ولد خوك تركته وتحب تعطي لي انا 4 صور دي ونحب نخرجه لك من العسكر؟ بلا يقول لي الكمانده واش باش يوخذ، الكياه ايش باش يوخذ، الصباي ايش باش يوخذ؟ يا اخي صغير انت باش تعمل عليه مزيه ولا ناهي طمع فيك ولا طمع في ولد خوك؟ انا هو اللي حبيت نعمل عليك مزيه وناخذ الشيء اللازم في اللازم. يا شيخ معمولك الرب، خذ اللي عندي تو وخذه قبل الظروف، مع السين يكونوا عندك في الدار بقدرة السميع العليم، والسوق الجاي نجلب البقرة وما ننساكش برحمة بيك الشيخ إبراهيم. راني نعرفك كعرير ذاك، كعرير وماكش باش تفوق، والله لو كان مش على خاطر ولد خوك مسكين. أي أي. وبيو كان راجل ناس الناس. صحيح. أي 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 أي. أي بهات برك. مش شوية. شد. شد يا سيدي. بارك الله فيك يا شيخ. اسمع أنا أنعم أنعم. قول له يكسر صبعه الشاهد تاع يده اليمين، فهمت؟ هي هي وما يجرحهاش. باهي 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 باهي. ولا اسمع اسمع، قول لي قول لي. نعم نعم نعم. قول له يغلي التبن ويشربه. تبن تبن ويشربه، ويجي اخر عبد. هي هي هي. يجي حفيان وفي حاله ولابس حويجات النرجس. هي. واذا كان يكلمه الكمانتا ولا الكايه يحسب روحه كيف اللي هكا ما يسمعش، وكيف اللي عقل رزين شويه. فهمتني؟ فهمت فهمتك يا شيخ. والباقي علي انا. فهمت. ربي يبارك فيك يا شيخ. برا. فهمتك فهمت. وش قال وش قال؟ مش الفايده في الكلام، الفايده في الصوارد، الفلوس اللي تمنع من الموت، الفلوس هاي هي الكل، حطها على فم الميت يضحك. كن مطمئن عمي كن مطمئن، فلوسك نرجع عملك على اخر صوردي. غير يمينه تو 3 شهر ولا شهرين ما بحثتش. دوب ما تجيني الماندا نعطيها لك اللي كنت تصرف. هيا برا الطبيب يعدي عليك. كذب روحك كذب. هيا ايش انت من خاطر يخرج. هيا كذب روحك برا تاع الكاميون كيسه. باهي يستنيك. اي اي يستنيك. دي غلبه هو بيدو حشتو عندك. بيه كيف العادة كيف العادة قتلك. الله يبارك ما توخرش يا بس لي ما اسماعيل يسال عليك ومسلم عليك. الله يسلم. فهمتش بيه الطفل المدة هذي يبدأ يكلم فيها هو على عسابه هوش كيف العادة بالكل. لازم الخدمة خاتي نفيسة ما تقلقش روحك، الأيامات هذيا مش قد بعضها راهي. ليه ليه ليه، ورس ولدي ما هو بالخدمة. حس بيه. نربز ياسر. عاد هكاك الأم قلبها خبيرها. سبقي الخير. إن شاء الله. ثم كان الخير تهني برك. شبيك؟ راني مني أمه، مني بوه. بوه توفى الله يرحمه خلاهولي عمره 5 أشهر. الله يرحمه. ربيته وقريته ورديته راجل. الحمد لله على الاقل ما يقولوش الناس تربيت كذا. عاد كي ربيتي ولقيتي يا خالتي نفيسة انا نحبك ياسر. الحمد لله الحمد لله. ربي يخليهولك يعيش ولدي ويخليك لي يعيش ولدي. حتى انت وجه فرحت لك اللي ربي نجاك من العسكر. جيت في الفلوس ولادي ربي يخلف الفلوس مخلوفه. راهو اسماعيل بدا يحدث فيا كيفاش بدا يعذبوا فيهم ويهزوا فيهم بوهم على خوهم، شيء يوجع القلب. مرحبا. به به فدي عترب. قلت لك شي ثم حاجه؟ اسماعيل كلمني باش يقول لي هاني جي. Thank you.
طيب وسع بالك يا حسين، اللي خلق عبده ما ينساه. ايه معنا كان الصبر حتى السبيطار قال هزوا روحوا بيها. ودي تعرفي الحاله بنت عم؟ ايه انتوما علاش ما تروحوش للبلاد؟ بلاك شي تونس ما تنسفكمش. وعلاش مروح؟ توا جمعتين كنت غادي، حتى هنشيل ولاد الطيب فكوه، ممنعك انا حبس ولاد عباس. الناس هجت وهو الناصر جاي تو يحكي لك. حتى جماعه البرد بعد ما وعدوني قالوا لي بشك معشعش. ما يقبلوا كان فوق 80 كيلو. اما هما جماعه البرد يخلصوا، ما مش راضي، يحبوا يخلصوا كما جماعه مارسيليا. يا اخي هو كي ولدها كربيبها وريده. تعمي فمك، هزي قلبك بشوية هالغلة. بنية عمي الله ينجيها. كثر خيرك. حاجة كبيرة، انتو مع عيلتي هوني في تونس، ما عندي حد غيركم. والله حتى هو كان سقيت قطعت من الترويش، لكن البيبان الكل مسكرة. كريمو يرحم. اي ساعد روحك بشوية. حتى هو اسماعيل كل مرة هو يمني فيها. اسماعيل اللي عمل عليه، اذا ما عندوش منك منفعة ما يتلفت لكش حتى تلفيتة. يمينة كلمة. هيا دقيقة هاني رجعتك. اش باش نقول لك؟ والله حاشم منك، ما نعرفش كيفاش نبدا. ان شاء الله خير، ضاع لي ما بيناتناش حسين. اما توعديني كي يجي الناصر ما تجبديلوش. على شنو؟ فلوس، الفلوس نتاع الشهرين الاخرانيين ما بعثتشهم له بنت عم. هاك تشوفي بطال ومراه ملوحه في تركينه دخلت فيهم، والله ما عندك علاش تحلفيني بكلهم. شوف الدواء. كل متمان حسين، وربي ان شاء الله يفرج على وليده. تقوليش هكا ولا هكا؟ دين في رقبتي، دوب ما نلقى خدمه برك فلوسك هي لولا ومزيدك لهنا يا يمين. اي جيجة ما تشغلش بالك بهم، واعتبرهم يا سيدي مهبة من عند اختك. بنتصل زايد يا ولدي. اي جيجة يا اخويا عييت وانا نقول لها، ما حبيتش حتى تسمعني. انا في بالي خذينا لها بهبالها، عام كامل مشيت عند اللابوكا الفرنساوي، قالت تحب تتعلم حاجة أخرى، قلنا ما عليناش تنفع، لكن كي سي لابوكا روح لبلاده ترجع لهنا تونس الوالدة وين جبتها أنت المرة الأولى. يا أخي شنو اللي رأتوا منها إحنا؟ والله خالتك نفيسة يا ناصر حاسبتها أكثر من بنتها. يا أمي هكا ولا لا؟ يعني مربي دمها زدتها في قلبي كيفاش؟ حسبتها أكثر من بنتي، عشرة سنين يا ولادي. وقلت لها ليه؟ يقول شنو الماكلة ما عجبتكش؟ لا 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 خالتي نفيسة، هاي لا يعطيك الصحة. كنت حكاية يمينة قطعت علي شاهي ضربة واحدة. شنو توا قداش من شهر شادة في الريستورون هذايا بين اللي يسوى وبين اللي ما يسواش؟ كيفاه؟ تستاهل النصر، تستاهل. صار ولع بكا سي اسماعيل، لا في بالي مضمان بيك يا خويا. ما لم عليك لا تكلمها، انت يا خوها لعل تفهمك. شنو تفهم بالسيف عليها؟ اللعبة عشانها ولا باهي؟ يا نصر ما تنرفزش، كمل فطورك الساعة ويعمل الله الديل. بالك شرب يديك تكلمها انت تقتنع. هوني دارها تتفضل، مبجلة مكرمة معزة. وراس خويا يكذب عليك ما تعرفوش. اش يمني فيه؟ انت تخدمي في اسطوره ولا؟
نخدم في الكوجينة. هبتي دي أرضي مقطع بين اللي يسوى واللي ما يسواش، وليت منعوت بالصباع، منعوت بالصباع حسين. هاويني أخته تطلع في تونس بين الديار، تخدم في الديار. أنا ما رضيتش بالديار، وليتي بين الرجالة ضربة واحدة. ها؟ بلا وجه، بلا وجه باش نقابل العباد، بلا وجه فهميني، بلا وجه باش نقابل العباد فهميني. يا ناصر يا ناصر عايش خويا، أنا إبليس واش عندها عاملة؟ تخدم على روحها راهي. خدمة من خدمة حسين. اسمعي، الخدمة هذه ما عادش تساعدني بالكل، ما عادش تساعدني. اليوم قبل الغدوة تسكني بحذا حسين ولا بحذا اسماعيل، ونا آخر لحظات نهبط نسكن بحذاك في تونس ولا تروحي معايا البلاد، مفهوم؟ هاك شاهد حسين بخاطركم. ناصر نجم نطلب منك طلب؟ قولي. تعمل مزية أول فرصة تبعث لي بطاقة ولادة. إيش تعملي به؟ أوراق تعريف، الأوراق اللي طلعتهم ضيعهم إسماعيل. إيه هو حسين بحذاك، كان حاجتك بحاجة كلمي يضمن فيك، ما كانش تونا نبعث لك توكيل. لازمي الكونترا. كونترا؟ غباخي في العناد متاعك؟ اشهد عليها حسين. تون الضبعاتك انت. النجم نعاونك ترجع فلوس عمي وما تفرطش في الارض. واش تنفع الارض وارضنا مقطع بين الناس؟ هذه كلمتي الاخرى. انا ما عنديش اخت تخدم عند الطلاين ولا مالت. يا ناصر، ناصر، يا ناصر. وسعوا بالكم هلكم اخوة، كلام غش غبرة في الريح. بلا نقول لك وين نخدم انا توا اضمن 10 مرات من دار اسماعيل. قلت له يمين لوي هاك تشوف فيه النصر في سايشة تولي حرب اللي خريدو طويلة نجم يضروا بأي تهمة. يحكوا عليه سمعت وما صدقتش. وهاك المرأة الطيبة وما نحبش نغيرها. قديش بيه يا خاتي الفيس كيفاش خلفت اسماعيل؟ لله في خلقه شؤون. أين هلا خلينا نمشي. استهل في وريده يا حسين. الخدمة مسلمش فيها بيها بلاد يحس روحو عبد عنده كرامة. ايه اسأليني نايا بنتي. عزوز ولدي ما قلتليش عفيف واش يخدم في تونس. ما نكذبش عليك يا خالتي فتيمة، هو انا ثاني خدمته ما فهمتهاش، اما يظهر لي عفيف في خدمة ما هياش عجبته بالكل. يعطيك الصحة يا خالتي فتيمة. والله يا سيدي شربت لك كاس تاي غادي في تونس يعمل 66 كيلو حر هنا ما طيبوش لا ريح الدخان ولا السكر محروق. تعرف يا كومباتان هنا مازلت هكا كسرفكت يدي والكاس التاي جاني حال لان هكا منعنا من وقت اللي مشى لتونس ما عاد عاجبه شيء. في حتى الكسره اللي كان يموت عليها ما عادش عاجبته. يا حمدي يا ربي، يا حمدي يا ربي اللي ما جابلكش ذره من تونس. لا اخويا حتى واش ناقصها حتى اللي يجيب لها ذره من تونس.
والبناوي تونس ساهلين هم. كان شفت نساء فرنسا حتى من الحرب يشاركوا فيها بالله العظيم في الديباركمون ينطحوا كل غزاء. حتى هو سيدي بن مشي لتونس طول النهار هو يهتري بها. خليني ساكت خير. لا لا ما تسكتش يا عزوز. تخطونا يا ولادي من الحكايات الفارغه. احكي على عفيف ولدي غريب راه ولماني وناس درحني. فطيمه يا عاد عندي ربي وصلي على النبي اللي هو مازال حي. تشتو احنا ما كناش طمعين حتى بخبر. تشتو هاو كو استجاء زاغو تنساوي زاغو. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم اليوم يا اخي ثم قور ولا ثم عرس؟ لا سيدي ما خويا عزوز راح من تونس اليوم. اي عاد خالك عزوز جا من تونس زغرت عليه؟ يا اخي هو جا من بيت مكه. سيدي ما تونس في القبله. اخي مكه بحذا ولا بعيده عليك؟ اقعد علي اقعد علي اتلعب لوحدك. تونس القبله بيت مكه من قبل. اه سيدي برا سرحتكم اليوم. ما تعرفوا لي بعد غدوة الخميس؟ أنا خموسية. أيوة أنا بعدكم. وقولوا لوالديكم لا نحب صوف، لا نحب عظام، لا نحب سكر وتاي، لا نحب فرانيش ودجاج. أنا اللي مانيش بيع. فهمت ولا لا؟ اسمع يا ولد معمر. نعم سي. قول لهم تحرق لنا شوية صوف. باهي. تحضر لنا شوية سمغ. باهي. شنعبي لهم حبر. باهي. اقعد. يا ولد الهان اسمع يا سولد جيب لنا قصبة ولا اثنين من تعم ناوي الشيحين كيما تعم ناوي نعملوا شوية قلال. ها يا سيدي للواحة كل الحيط. يلا سيدي عيّا لك بها فيسا عيّا روح يلا تزالك عيّا روح عيّا 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 ها سيدي المد كنت جايك للجامع حاسي بحرايز لك الولي سخانه تهز فيه وكل الله يشفيك قلنا عليا بعد ثلاث العصر يرحم من جابك يرحم قرا ورا ايش هي حكايه عزوز جاي عزوز جاي من تونس حبي شنو الحكايه يا اخي جاب الصيد من 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 ودنا امد باخي ما على بالكش في ماوسي عزوز تقابل مع سي العفيف في تونس عاد الخاله فطيمه باش تطير من الفرح اش بيك؟ ايوه مالك؟ والله حتى انا فرحت ليها ياسر. اش بيك؟ يا راهو الراجل عنده سنين من يخبر. تعرف يا مدب لو كان نعرضوا هنا في الطريق باللازم على العقله. عفيف هذا مش ولد الطاهر الله يرحمه. هذاك هو؟ هذاك قرا عندينا. اسمع كان شيطان ياسر. بو كان مدلل ما عنده الا هو. هو مين؟ اي اشوف مازال ما فات هاني. راح مصطفى وخل لي زوز كيلو لحم وقرسهم لي مليح. راح عزوز هك هز فروش دجاج وعظام ودهان وعسل. اخي العفيف نقص الحم في تونس غادي على الاقل ياكلوه مره في الجمعه مش كيف نحن برا بالشهر للشهر. اوه ها مصطفى هاك ترضى تذم شين في تونس وهلا ما تفرز لي الحم الغني والحم البقري والحم الحسن. قال لك يا سيدي ثم حتى من الحم الحلوف عشاكم. انا عياذ بالله هذوك زازارة الروام برا عاد افرز بين الحلال والحرام. اقعدوا وانتم فرزوا بين الحلال والحرام وهم عايشين جنتهم في دنيتهم. هذه دنيا فناء والاخره دار الهناء. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدن ما تقوليش لي حكايه الغرامك اللي خان الامانه ورمايه سره نتاع فلوس الكفار ورمالنا اللي نحن سره نتاعهم خلالنا روسنا مدنكسه وغاطسين فيها للعنكوش. خي هذه بالكتب. اه اوكي. يا هذوما تاع زايدنا ما نعرفهمش. هيك هيا سيدي اقعدوا بالسلام. في الامان. ها عزوز راك ما خلصتنيش. مانيش باش نخلصك. لا
ها مصطفى ما قديمة لسان هاك تسال. اسمع مالا عزوز، ما تنساش باش تجيب لي زوز تصاوير بتاع سيدنا علي وراس الغول. ها عزوز ما تبنو عاشر ماني عمك. يا اخي وين ماشي؟ واخي انت توصي فيه مش داري عليه وين ماشي؟ ما هو لتونس. ناي عم بالي قالوا جاء البارح واليوم راجع باش يجيب العفيف وتخطي في تيمن. والله ناي ماني فاهم حتى كعبه. ناديهم لك الاثنين كان تحب هذوما ما يحبوش علي انا يحبوا عليك انت ينجموا يستناك المراه اللي كنت عندها ما علمتنيش كان القضيه والطبيخ بركه حلت لي عينيا وعلمتني نكون إنسانة نجم نقول أي ولا pour le bas je suis d'accord mais Ismaïl n'est pas aussi mal que ça كنت نجم تعيش معاه نهار واحد نعطيك اللي تحب سألني أنا اش قصيت منه تاكلوا يا مينا ما نكرهوش ما نجمش نكره هنا رغم كل ما يجرى لكن ما نحبوش نو بلو ما تنجمش تحب واحد كيف اسماعيل خلي باش تعيش معاه جلف ما يسلم منه حد كنشوف ساعات وقت اللي يتسيب إذا تكلمت عديب نجم نشرب قهوة؟ أوه سي إسماعيل جابتنا بريخة دوماج احنا مسكرين توا صباح وانت تعرف ونعرف زاد اللي كوجينا محلولة وداد باش تستنى؟ أبوت سيرفيس مسيو عامل عقلك وراجع للصياب انت مادام تحب تخدم ما هو خدمه بخدمه ارجع للدار ونعطيك اللي تصوره هوني
أمي ديما تسأل عليك، ماهيش فاهمة اش بيك. اش قلت؟ وكلمني، جاوبني، رد علي على الأقل. حي تصيبني وجعتني. جسمين متكفي. مين ولا بقى؟ مثلو مثلو سيفو بلي. جاتك وانت مجاتنيش، انت حرقتني. شنو تحب اقول لك؟ نحبك، نحبك ما خمم الا فيك. اللي تعيش على اعصابي، حياتي نكد بلاش بيك انت. سي اسماعيل من فضلك، وفي وفي. فين نسيت روحك وقت اللي كنت تحمش في الطابونه؟ عيلود انت معناها، لا سامع كلام حد، لا عمك ولا اخوك ولا حتى حد. ترجع للدار وبالسيف عليك. هايلي مش معقول مسيو اسماعيل، مش معقول، مش باهي غاو هذا، مش باهي. اوه مون ديو. بون بون سي با غراف، سي با غراف. اختار اختار مسيو اسماعيل. شنو مسيو اسماعيل؟ بالسيف هو، ما تخابش ما تخابش. وانت ساعدك البصيل، خديمه بريمه وبلاش فلوس. سي با فغي ها؟ هي تخاف تسكن هوني، خاطر هونية تعيش متهنية وما عندوش مشاكل هي. اسمع طليان بريمة، وقت اللي يسألوك على عمرك تجاوب، وهالسوق هذا ما عندك فيه ما تذوق. كابيتو؟ أي هكا استعمل انت هوني، استعمل استعمل انت خفوها. شنو هو اللي نمشي لك يا قدامي العالم هذايا؟ لعنة الله على التعب، جاب ربي الدجاجة واللحمات ما هزهمش. أهلا بحبيب. أهلا لباس لباس الأحوال. الحمد لله. شنو آه. فيسع ما روحت وفيسع ما جيت؟ حتى هي تونس لا يخلاها، فيسع ما حشتايا وخيرات. شنو الكفوف والوقت هي يدخل يدخل. أنا جبت كل خير. إي بارك خلصت الدنيا، يدخل بارك. وش هي ذي عفيف؟ وتخرج في الأصوات قد هكا. اسمع ونقول لك عفيف، لو كان متروحش معايا غادي للبلاد لما بخولي بجلدي. يا ولدي اقعد رتع في خير ربي وبعد تو نحكي، اقعد نهار كامل وانت واقف اقعد. اسيدي تعرفش كيفاش؟ اذا انت ما تحبش تروح معايا غادي للبلاد دبر لي انا بقعة بحداك هنا في تونس ونقعد بحداك. بالله. مرتك
مرتي نعيط لها تجي معايا هنا، ما تحبش تجي؟ نعرس بواحد اخرى. اسمع الليله باش نسهر وسهريه قمقومه، انا مستدعيك للعشاء البر. والواش الخسائر عفيف؟ انا جبت معايا زوز كيلو لحم مع الفوق ستوف يعمل 66 كيف، ونضرب ولاها الليله قدره. واش هوف الليله باش تسهر سهريه تقعد لك تاريخ ما تتنساش. أما هي يا سيدي تونس ترنتها بكل عجائب وغرائب. طيب بصور عليكم. بصور دبا. ألو باش. وي. الماكلة باهية نتاعو؟ ألو بواسون إكسلون. بون أبيتي. بونسوار مسيو دان. هنعوم فيه. ها؟ هنعوم فيه. يا ودي هذه كسوة لوكس لوكس. الليلة باش نضربوا لها سهرية للصباح. لين تعاش السردين. شوي. أخا فارس. لا تهوش. هذايا ريستورون. واش هي؟ مطعم مطعم ريستوران يجيو الناس يتعشوا فيه ويقصروا الليل وياكلوا ويشربوا ويشيخوا. ما تقولش عليه ده لازم جلوب. يعطيك جلب يمحو ويدخل وسط. يا سلام عليك. وين؟ اخ. عفيف. العسكر قاعدين غادي. قعدتش بي؟ أبي ما تخافش ليهزوك؟ لا ما تخافش، فاتهم الفوت. 10 سنين انت هارب منهم تو قاعد بحذاهم؟ يا ودي ماني قلت لك فاتهم الفوت، شبيك ما تفهمش؟ اوه افي بونسوار بونسوار. كومون سافا؟ مينك تموت انت ما بديتش؟ هاني لاهي شوية. الوغ لي كومبا سافا؟ وي سافا كوم سي كوم سا. نو نو امون افي À droite. À droite. Rappelle que tu l'as soigné un peu plus. Soigner, à droite, soigner. Esma, Marajaya, laisse le terba. Oui. Rani, dis-moi, je mise sur toi. Merci, Aïssi. Adieu, le dame. Ah, cousin. Oui, cousin, c'est comme un frère. Oui, oui. Qu'est-ce que vous mangez? Je fais ma chose bonne, qui est pour toi. Oh, qu'il a de coucher, fait prime. D'accord. Coucher. D'accord. Bon appétit. Merci, merci. Bon appétit. Merci, monsieur. Monsieur. شبيك يا تعدي ليش ليلة كاملة وانتي متكوانسي هكا؟ ارخي في روحك شوية تفرها. لا يا ابني قدامي يزم اش سلم على الناس متعرفهم. سلامة. أهلا. سلامة عبدالله. سلامة. فضلوا. ماذا بينا شنو تاكل؟ عندكم قلب كالقلب المشوي. شو من قلب؟ جبنا زوز كوت كومبلي بيان سوني. اش تحبوا تشربوا؟ اش تشرب؟ كاس تاي احمر. ما عندكمش تاي احمر؟ ما عندناش تاي احمر. جيب لي البراد وطيب واحد. تحب تاي؟ كل مسؤول مدام جوفانوت يخليك على فكره مالي اكسبسيونال مون كل سنه. حاضر باس. اسمع بالكاكاوية. حاضر. قلب وتيه. نلعب بجو عاد عفوا.
بالله كيمشوا. شكون؟ العسكر. ماني قلت لك فاتهم الفوت. بارك الله فيك. زين زين. مصفاء. اش تعمل؟ تنحي من يديك، ربي نحي من يديك وكل كيما نعاد. والله يا سيدي قلت الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. غزلو غزلو كيفاش ياكل؟ يجيب نطي ولا يبلبس. قول عجل هارب من كوريا. قلت لعينو الضبي راني نعيشك البيه ونزيد نكتب لك ثانيه في المرنات. والله والله ما كاين عليا تخدم عندها الطليان. والله باش ما قول لها اللي سنيت مرناق رزقي تما غميتها لهم بربوع الحق. قل باش انا نقول لك اللي الكماندا ماثيو حاطت عينه عليها وعاجبته وما على بالي اللي باش يفلتك يا باش. وكل آفة يا خلق لها ربي آفة. أبو أوي ماتيو ماتيو هذاك اللي بقى خلي الكوجينة متاعك وخرجة تطبخ ترتواري في قدك. نتكلم فيك ترشت. أعوذ بالله راجل ولي في صحة ولا وليه. نتكلم فيك قلت لك لوح كل شيء من يدك وترجع الكوجينة متاعك وما تصحش راسك. سمعت؟ سيبوا لي تعرفها؟ حرق عليها الحليب؟ سيبوا بلي كلمكو مسي اسماعيل ما غابش مشاكل في بالي أنا. قلت لي ما تحبش المشاكل في محلك ما عليك إلا تعرف شكون الدخل لمحلك. سمعت؟ بون بون قلت لك سيبهم